عرفت اليقين بأن لا أعطي سيارتي لأي شخص نظرا للمخالفات التي يرتكبها بعض الناس إذا استعار من أحد سيارته، ولكني أصررت فأعرت سيارتي لأحد الأشخاص، وحينئذ أعلم أنه وجب علي كفارة، لكن كيف تكون ولا سيما الإطعام؟ جزاكم الله خيرا. هو نذر أو حلف؟ يقول حلف. نعم، إذا حلف أن لا يعطي السيارة لأحد، نعم، ثم إنه رأى أن يعطيها لمحتاج فهذا هو الأفضل. الأفضل أنه إذا حلف على ترك شيء من الخير أن لا يستمر على يمينه، بل من يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فإذا حلف الإنسان على ترك عبادة فإنه يستحب له، إذا كانت العبادة مستحبة إنه يستحب له أن يكفر عن يمينه وأن يأتي في عبادة. أما إذا كانت العبادة واجبة فإنه يجب عليه أن ينقض يمينه وأن يأتي بالواجب ويكفر عن يمينه. نعم، والكفارة كما بينها الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله. نعم، صيام 3 أيام إذا كان فقيرا. نعم، فقير. طيب، أما إن كان يستطيع فإنه يطعم 10 مساكين بمقدار نصف صاع من الطعام لكل مسكين، هو كيلو ونصف لكل مسكين، يعني 15 كيلو على 10 فقراء. طيب، أو كسوتهم كل واحد له ثوب. فإذا لم يستطع الإطعام أو الكسوة فإنه يصوم 3 أيام. هذا كفارة يمينه. نعم.